السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض وطن، إن شاء الله لقاكم في تمام الصحة والعافية بإذن الله. المهم الفيديو اليوم اللي غنتكلم عليه على الحكم اللي تصدر ضد سلطانة، وبعد ما قررت النيابة العامة بمدينة مراكش مراجعة هذا الحكم تأكد أن العصابة حمزة مومبيبي عندها يد وصل مع هذا القرار أو هذه القضية اللي تم عن طريقها اتهام سلطانة بهذه التهمة اللي كانت هي بعيدة كل البعد. بعد ما رئيس المحكمة بمدينة مراكش قام برفع يعني أو إعادة المحاكمة، لأنه كون أن هذه القضية ديال الفيديوهات أو الصور اللي كانت خذتها ديك المسمى بهيجة داخل قاعة المحكمة، واللي تبين أن هاد بهيجة هي كانت من أعداء العصابة ديال حمزة مومبيبي بما فيهم غلامور وعائشة عياش وصوفيا. فهاد السيدة اللي كانت أصلا هي ما عندها علاقة بسلطانة لا من بعيد أو قريب، فلكون انها كان واحد اتصال بيناتهم على اساس باش يعني كما نقولوا بتخيط واحد القفطان اللي باش تحضر به يعني واحد حفل زفاف لواحد العائله ديالها، وبالتالي ديك المكالمه اللي كانت بقات يعني برسخه في الهاتف. فبعض الناس يعني النقافات ديال عصابه حمزه مومبيبي استغلوا هاد المكالمه واضطروا باش يبتزوا هاد بهيجة باش تشهد ضد هاد سلطانة وتأكد لها بأن هي اللي حرضتها على تصوير داخل المحكمة، لكون أن سلطانة كان واحد يعني واحد كان واحد نقاش أو محادثة يعني أن نهاتها على أساس ما تصورش داخل المحكمة، وبالتالي فهي أكثر من هذا. فبهيجة أكدت أن هي اللي خلتها وعطتها يعني القرار باش تدخل البهو المحكمة قصد تصوير أو الاستماع للجلسة. إلا شنا أن سلطانة فهي خوتي دائما يعني كت نية، ديك النية اللي كتعطيها دائما يعني مرارا وتكرارا، فهي السبب أن هذه العصابة ديال حساب حمزة مومبيبي دائما كيعملوا فيها كيما بغاو. في الماضي كانوا يعني خادوا لها الهاتف ديالها، وبالتالي تم البيراطاج ديالها واخذ صور. فرغم كل هاد الفاضحة فنيابة مراكش كتطالب بتغليظ العقوبة على دنيا باطمة، فأكدت أن 8 أشهر لا تكفي لهاد العصابة وبالأخص لهاد دنيا باطنة بالخصوص. بعد ما طالبت النيابة بمراكش بتشديد العقوبة على هاد المغنية ومن معها في القضية اللي هي معروفة إعلاميا بحمزة مومبيبي، وبحسب مصادر مقربة من القضية فالنيابة استأنفت الملف بعد ما مقات بالحكم ابتدائي بالسجن النافذ لدنيا باطنة كما هو معلوم، اللي هو 8 أشهر وسنة نافذة للشقيقة ديالها ابتسام باطنة، الى جانب ديك المصممة عائشة عياش اللي كانت في الامارة المتحدة واللي ودينت كذلك بالحبس 1.5 سنة نافذة، وحتى على ديك اليوتيوبرز صوفيا شاكيري ب10 أشهر نافذ. وأنه في الأيام القليلة إن شاء الله المقبلة غتعقد أولى الجلسات في المرحلة الاستئنافية، لكون هذه الأيام فهي عطلة قضائية كي يتم استفادة القضاة من هذه العطلة الاستثنائية قصد الاستراحة والراحة، وذلك لعناء سنة كاملة من العمل. إذ طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة على دنيا ومن معها، وهذا دليل على أن النيابة فهي على دراية وعلى معرفة على كل ما يدور في هذا الحساب حمزة مومبيبي، وعلى ما الأسباب اللي أدت لهذه السيدة سلطانة هذه مصممة الأزياء، يعني واحد السبب اللي حاولوا
يخرقوها وحاولوا يزجوا بها السجن، وبالفعل الخطة نجحت لهم يعني بالدلائل والفي يعني، وحتى الهاتف، لكون أن الهاتف هو عنده لا علاقة، لكون أن المكالمة كانت يعني عفوية صراحة. معروف على أن سلطانة دائما هي عفوية، دائما كتعطي النية ديالها، وهذا هو السبب اللي كيحاولوا دائما هذيك العصابة، لأن أخوتي هادو تعالب صراحة كيحاولوا يزجوا أي ضحية يوقف في الطريق ديالهم، وهذا موقع مع هاد السلطانة. وكما كما يعني برأت المحكمة الابتدائية في وقت سابق هذه المغنية من تهم المشاركة عمدا في عرقلة سير النظام المعالجة الآلية وإحداث الاضطراب وتغيير طريقة المعالجة، وهذا شيء كامل يعني غير خوتي شغنقول لك، غير المحكمة حاولت يعني تعاطف مع هذه المغنية باش تحيد لها هذه التهم، كون أنها جميع التهم فهي منسوبة لهذه الدنيا. إلا كنا كنشوفوا في اليوتيوب فهي دائما كانت كتخرج كتغنى بهذا الحساب حمزة مون بيبي، دائما كتحاول تهدد حتى المغاربة جميعا يعني بالسب والشتم بشي كلمات أخوتي للفنان اللي هو قدوة اللي كيوصل لرسالة للجميع العالم الدول العربية، فهي كان دائما كتخرج وتسب وتقول انا اللي وقف في جنبي غنوريه شنو يعني غنوريه وغنوصلوا اللي امروا شي حوايج اللي غنوصلوا شي حوايج اللي غيندم عليها. وهذا الشيء صراحة كامل كانت كتقوم به في يعني في الأنظمة يعني داخل الأنظمة المعلوماتية، وكتثبت دائما الوقائع يعني شي وقائع حتى على الناس المشاهير اللي كانوا دائما كيتفاجئوا بالصور ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كما موقع مع مريم السعيد اللي هي ضرات كثير من هذا الحساب يعني، وتم الشتات يعني بعد ما كان واحد الحفل اسطوري كانت غتقوم به. فهذا دليل على ان هذه العصابه دائما يعني القاسم المشترك ديالها هو الانتقام، هو انتقام هاد الناس هاد العصابة كاملين يعني القاسم المشترك ديالهم هو الانتقام من اي واحد، وهادشي كامل كيجي من مباركة هاد الدنيا باطنة واللي كتنشوى كتحس بواحد النشوى ملي كتشوف الضحايا يا اما في حالة نفسية يا اما في انتحار كما هذيك التحماني اللي انتحرت، والعديد يعني العديد عانوا من هاد الحساب ان شاء الله اخوتي. فالقضيه دائما مازال مسالات، ودائما حنا كنتمنوا من يعني بعد ما طعنات هذه المحكمه القرار الحكم ضد السلطانه وهذيك بهيجه، فان شاء الله يتم يعني البراءه ديالهم، البراءه ديال هاد السلطانه بالاخص، وحتى ديك بهيجه اللي صراحه هي يلا عند التراب يا اخوتي. ولا يعقل ان هاد السيده يعني ما عداش سجل عدلي يعني او سوابق عدليه، وبالتالي كيتحكم عليها بثمانيه اشهر، فهذا صراحه اخوتي ظلم، ظلم في حق ذاته، بالرغم ان الا شنا هاد دنيا باطنه دائما خارج اسوار السجن وكتمتع بالسراح المؤقت، وهذا دليل على ان هاد الدنيا فهي شي واحد وراء هاد الحمايه، هاد الحماية شي حد وراء هاد السيدة. ان شاء الله الله ينتقم، وان شاء الله احنا كنتمنى من الله عز وجل هذاك الاستاذ المديمي حتى هو يطلق سراحه، يطلق سراحه عما قريب. احنا دائما نطلب الله عز وجل ان يطلق سراح هذا الاستاذ. ان شاء الله اخوتي نلقاكم في تمام الصحة والعافية، وما تنسوش تعملوا لايك، لايك اخوتي، ونجدد المزمات ابوناشت ابونا دائما باش يوصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.